كاب اف ام الكلمه ليك. اسمي من بعده كان ضيف بحثنا في تونس داير مازال ضيف ولا محمد السادس ولكن المغربي محمد السادس اي والله يعطيه الصحه فريمون انا حقيقه معناها فرحانه برشا بالجيس اللي عملها معناتها يدور في تونس معناها بكل تواضع وبكل معناها حريه في بلاد الحريه خاطر هذيك هي راي تونس فهمتني احنا تونس ناس شعب مضياف وشعب يحب البراني ويحب معناها معناتها نحبوا الشعوب الكل معناها ليه المشكله الحكايه جت بالبراني مش من تونسي معناتها ما شفتش سياسي تونسي يعمل اي ما شفناش بالحق انا ماذا بيا نشوف رئيس جمهوريه يلبس لبسه عاديه ويدور وحده ليه لان تصور كان رئيس جمهوريه يهبط يدور وحده لما ما يروحش ولا معش رئيس حكومه ولا بالحق تو رئيس حكومتنا مشى لفرنسا ودار في بحذا تونس لا في تونس لا اي والله غريبه ما نعرفش علاش بالحق انا نشوف بارفو معناها يحطوا دي فيديو نتاع رئيس امريكي حاوس بسكليت ولا رئيس الماني ولا مستشاره في البرلمان ولا حاجه بالبسكليت وهي تدور وتقضي ودرشنا هذه ما تصيرش في تونس ما تصيرش في المجتمعات العربيه بصفه عامه للاسف اي شو تغني محمد السادس ميساج كي جيتينا هاي كي جيتينا مرحبتين كي جيتينا ما شميتش العادي فينا هاي سيدي أهلا وسهلا أيوة. ألفين مرحبا بالعين الكحلة هاي أنا عارف خلي ما هوش حاجة سهلة خليت كل في الكل وزرتينا هاي وكيف جيتينا هاي كي جيتينا هاي وكيف جيتينا مرحبتين كيف جيتينا ما شمتش العادي فينا هاي برافو شهر زيت هليل تتغزل بمحمد السادس ملك المغرب حلو كان وين يعمل بازه ما يصيرش مش مشكلة كاب اف ام الكلمة ليك.